سنقوم اليوم بزيارة متحف فريد من نوعه قبالة سواحل جزيرة سانت مارغريت هنا جنوبي فرنسا، إذ يقع هذا المتحف البيئي تحت سطح الماء. نعم، تحت سطح الماء، وعلينا الغوص في أعماق البحر الأبيض المتوسط لمشاهدة المنحوتات التي تعرض في هذا المتحف عن قرب. الهدف من عرض قطع أو منحوتات المتحف تحت سطح البحر طبعا للفت الانتباه إلى الحالة المتدهورة للمحيطات والبحار في العالم، إذ أصبح البحر الأبيض المتوسط ملوثا بشكل خطر. هيا بنا لنغوص ونشاهد. صمم هذا المتحف الفريد الفنان البريطاني الشهير جيسون تايلر، الذي انتشرت أعماله في مختلف أنحاء العالم. ولقد استغرق تصميم هذه المنحوتات 4 سنوات، وتعد أول عمل فني لتايلر في البحر الأبيض المتوسط. يزيد ارتفاع هذه المنحوتات عن 2 متر بقليل، أما وزنها فيصل إلى حوالي 12 طناً. تم وضعها في الماء على عمق يصل إلى 3 أمتار فقط، حيث المياه الصافية، ليتمكن الزوار من الوصول إليها بسهولة لمشاهدتها والتعرف إلى الحياة البحرية في محيطها. C'est un projet qui mêle art et protection de l'environnement. Donc ce sont des statues sous-marines donc, qui ont été immergées sous l'eau et qui progressivement vont être envahies par des algues, des animaux qui vont se mettre à vivre dessus. Ça va devenir leur lieu de vie. توفر هذه المنطقة الساحلية بيئة استثنائية لاكتشاف شواطئ وأعماق البحر الأبيض المتوسط، وتعد جزيرة سانت مارغريت جزيرة فريدة بفضل موقعها وتنوعها البيولوجي، لكنها أيضا جزيرة تشهد إقبالا سياحيا كبيرا، ما دفع حماية الطبيعة الفرنسية إلى وضع خطة جديدة للتقنين وزيادة الوعي للحفاظ على الإرث البيئي وحمايته من السياح والتلوث الذي تسببه قواربهم التي ترسو في هذه المنطقة الخلابة. من جزيرة سانت مارغريت جنوب فرنسا، ليث بزاري.